بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من الرواد فقط، وضيفي هو من الإمارات إعلامي إماراتي معروف السيد عارف عمر. أستاذ عارف مرحبا. مرحبا وتحية لك ولكل المتابعين في هذا البرنامج الجميل. شكرا أستاذ عارف. في بداية اللقاء أود أن أتحدث عن اتفاق أبراهام أكورد، بيقولوا له هنا في الأكيد. المتحدث باسم نتنياهو قال التطورات في العلاقات بين إسرائيل والإمارات بشرى سارة لدعاة السلام في المنطقة، وهناك دول تنظر إلى العلاقات بين البلدين كنموذج يحتذى به. كيف تحللون ذلك أو تفسرون هذا التقارب؟ والله يعني احنا لو نظرنا الى الصوره بشكل اوسع راح يعني نجد بعض المؤشرات اللي تؤدي الى هذا التقارب بين الدول، خاصه في 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 هذا التوقيت او في هذه السنوات الاخيره. الارهاب اول مؤشر، مواجهة الإرهاب، محاربة الإرهاب، هذا مؤشر جدا قوي. الموضوع الآخر اللي مرتبط بهذا الموضوع لكن هو الأساس في موضوع هذا التقارب، اللي هو تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، الوصول إلى سلام تام، الوصول إلى الأمن والاستقرار بين شعوب المنطقة بالكامل. أعتقد إن هذا التوجه يعني يشغل الكثير من دول العالم، ما هي الدول اللي موجودة في الشرق الأوسط خصوصا. طيب التقارب الإماراتي الإسرائيلي راح يحقق جزء من هذا الموضوع بالإضافة إلى الملفات الأخرى. يعني عم نشوف إنه الملفات اللي عم تنطرح هلا هي ملفات اقتصادية، يعني هل في هذا الاتفاق الجانب الاقتصادي هو أساسي؟ ما شفت أي دليل على مثلا وقف العنف في المناطق الفلسطينية أو إحلال الدولة الفلسطينية، ما عم نشوف إلا اتفاقات اقتصادية. مثل ما أنت عارفة توقيع هذه الاتفاقية وهو تبادل العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، الوصول إلى التمثيل الكامل لتبادل العلاقات الدبلوماسية وما إلى ذلك وما يتبعها. موضوع الاتفاقية بين الإمارات وإسرائيل جزء منها مرتبط بموضوع تحقيق السلام في الشرق الأوسط والوصول لهذا الأمر. الجزء الآخر هو يعني ما ننسى الإمارات تؤكد دائما تمسكها بالحلول لتضمن حقوق الشعب الفلسطيني والاستقرار لهذا الشعب. وبالتالي أحد البنود في هذه الاتفاقية هو ضمان وقف عملية ضم الأراضي الفلسطينية، وبالتالي رمي الكرة في الملعب الفلسطيني بعد هذه المرحلة، بعد ضمان وقف ضم الأراضي. الآن الموضوع عند السلطة الفلسطينية الكرة في ملعب القيادة الفلسطينية أن هي تستغل الفرصة وتكمل المفاوضات. طيب صحيح. بالنسبة سكملت بالنسبة للملفات الأخرى، الموضوع تم توقيع اتفاقيات كثيرة في جوانب اقتصادية، في الجوانب الصحية، في أيضا الحديث عن اتفاقيات قادمة في جوانب ثقافية، في جوانب علمية تعليمية وقطاع السياحة أيضا. كثير من الأمور تم توقيعها، وإحنا ننظر في هذا الجانب يعني ردا على السؤال بشكل مباشر أن هذه الاتفاقية بالنسبة للإمارات وإسرائيل هي تبادل العلاقات بين الإمارات وإسرائيل بعيدا عن أي ملفات أخرى. وبالتالي توقيع هذه الاتفاقيات يدخل في هذا الإطار، إطار العلاقات المتبادلة. كأنها يعني أنتوا تعتبروا القيادة الإماراتية مش الأولى اللي اعترفت بإسرائيل، يعني دولة إسرائيل معترف فيها من قبل، السلطة الفلسطينية اعترفت بدولة إسرائيل. بس الجديد صحيح. الجديد اليوم إنه هناك تفاعل بين الشعبين، يعني مثلا أحد الوزير الاقتصاد عبد الله بن طوق قال we are so happy about this Abraham Accord not just for the UAE but for the youth of both countries، يعني الشباب الإماراتي والشباب الإسرائيلي لأول مرة منشوف من خلال الاتفاقية في تفاعل ويعني تقارب بين بعض، كيف يفسر ذلك؟ الجزئية هذه يعني احنا بالنسبة لنا اللي يعرف الشارع الإماراتي يعرف ردة الفعل، يعرف الشعب الإماراتي يعرف ان يعني من الشعوب القريبة جدا من قيادتها، الولاء للقيادة، الولاء للفكر القيادي، للرؤى القيادية جدا عالي،
وبالتالي عملية تقبل مثل هذا الأمر كان طبيعي جدا، وكانت ردة الفعل طبيعية ومش صادمة للكثير. يعني البعض كان يتوقع أن يشوف صدمة من ردة الفعل تجاه هذا الأمر، لكن بالعكس كان الأمر طبيعي ومتوقع. وبالتالي علاقة الإمارات بإسرائيل هي علاقة كأي علاقة أخرى. الإمارات يعني من الدول القليلة جدا، أتكلم على نطاق المنطقة إقليميا وأتكلم على المستوى العالمي، الإمارات من الدول القليلة جدا بكل المعايير الموجودة فيها اللي يعيش على أرضها جنسيات مختلفة، ثقافات مختلفة، ديانات مختلفة، أفكار مختلفة، وبالتالي هذا التقبل بالأساس موجود قبل إقامة هذه العلاقة، قبل إقامة أو توقيع الاتفاق. نعم، التقبل الآخر موجود في الأساس من طبيعة المجتمع في الإمارات. في دبي لوحدة هناك أكثر من 200 جنسية يتعايشون تحت سقف القانون. صحيح. وهذا شيء مهم. صحيح. يعني بس أنا ملاحظتي أنه لا باتفاقية أوسلو ولا باتفاقية كامب ديفيد، يعني حتى الشعب المصري لليوم رافض التطبيع مع إسرائيل. المهم نعم. المهم أنه هذا الاتفاق مثل ما قلت لك هي طبيعة. طبيعة المجتمع الإماراتي في عملية تقبل الآخر، في عملية فكرة التسامح المغروس، ما هو من اليوم، من أيام الشيخ زايد الله يرحمه، فكرة التسامح، فكرة السلام والبحث عن السلام والبحث عن أي باب يوصل للسلام، هذا مغروس في كل أبناء الإمارات. فبالتالي ردة الفعل على هذه العلاقات هي ردة فعل طبيعية، لأن الرؤية أبعد مما يتصورها البعض، أو اللي أفكارهم جدا مغلقة على بعض الأمور اللي تجرها العاطفة ما يجرها العقل. ربما الإمارات هي السباقة اليوم بأنها عن جد تكون فاعلة في موضوع السلام وتغير وجه المنطقة، يعني ويبطل في مجال لوقف الإرهاب، لدعم الإرهاب. طيب قديش بتشوف أنه 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 مكافحة الإرهاب هيدي من أساس السياسة في الإمارات ضد الحركات الإسلامية الدينية، ضد التطرف، ضد قتل المدنيين؟ كيف تنظر إلى هذه السياسة؟ عفوا، السياسة ليست جديدة بالنسبة للإمارات في يعني دعم كل الجهود لوقف هذه التنظيمات، لوقف تمددها، لوقف تمدد حتى أفكارها. يعني الإمارات تعمل في كثير من الاتجاهات، سواء الاتجاه لو تكلمنا عن الاتجاه الأمني بشكل عام، ما أتكلم عن داخل الإمارات ولكن حتى على مستوى العالم، أتكلم عن الجانب العسكري أيضا، بعض التنظيمات العسكرية اللي ظهرت في بعض البلدان تم يعني، ونتذكر يعني إلى يعني تحالف العالمي ضد داعش، شاركت الإمارات فيه أيضا. أيضا في كثير من الحركات اللي ساهمت الإمارات بشكل كبير في إيقاف تمددها وفي قطع كل ما من شأنه أن يدعم ويمول هذه الحركات. ولا شك أن تنظيم الإخوان المسلمين على مستوى العالم، أتكلم على مستوى الإمارات أو الخليج أو الوطن العربي، كان من التنظيمات اللي ممكن أو يعني ما زالت اليوم تحاول الوصول إلى تغيير شكل المنطقة، وبالتالي عملية التخريب ودعواتهم اللي ظهرت منذ سنوات في مسألة الربيع العربي وما إلى ذلك من الأمور اللي الكل يعرف اليوم أنها كانت فعلا خدعة، لكن الله سلم من هذا التمدد في الخراب العربي. وبالتالي الإمارات كانت وما زالت لها الدور الكبير. الجانب الآخر والمهم هو في تحصين المجتمع في الداخل، المناهج الدراسية، الفعاليات اللي تقام أيضا في هذا الجانب، جانب تقبل الآخر، هو جزء مهم جدا في مسألة نبت التطرف ونبت التشدد. الإمارات يمكن الدولة الوحيدة، أو ما بقول الوحيدة، لكن من أكثر الدول على المستوى المنطقة اللي ما فيها أحزاب متطرفة، ما فيها دعوات تشدد كمجتمع إماراتي، وأيضاً المقيمين في الإمارات لأنه مجتمع حيوي فاعل عامل. يعني هذه فيه إنتاجية، ما فيه بطالة، ما فيه تذمر، فيه حقوق لكل الناس يعني بالتساوي. طيب أنا بس أسألك عن حادثة حصلت مع المصلين الإماراتيين.
وتم يعني توجيه لهم كلام مسيء في المسجد الأقصى. كيف بتنظر لهكذا تصرف؟ يعني القوات الإسرائيلية اعتقلت الشاب اللي كان تكلم بهذه الطريقه، شو ردكم انتم؟ للاسف ان يعني هذه النوعيات احنا ما نقول انها تمثل الشعب الفلسطيني، لان هناك كثير من ابناء فلسطين يعيشون على ارض الامارات وفي الخليج، ف يعرفون ما هي الامارات، يعرفون من هم ابناء الامارات، يعرفون من هم ابناء زايد، وايضا يعرفون هذه القياده الاماراتيه اللي رحبت بهم وبذلت كل شيء من اجل فلسطين. ايضا داخل الاراضي الفلسطينيه الامارات قدمت الكثير لابناء الشعب الفلسطيني، وبالتالي لا اعتقد ان شخص واحد او اشخاص متطرفين او يعني لديهم توجهات فكرية معينة أو مدعومين سياسيا من جهات أو من بلدان معينة لأفكار للوصول إلى أهداف معينة، لا أعتقد أنهم يمثلون أبناء الشعب الفلسطيني. وبالتالي هذه الحالات أعتقد أنها حالات موجودة في 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 كل مكان. وبالتالي هذا بس شفنا تصرف الإماراتيين كان تجاهل تام، وكان تصرف راقي. بالنسبة لي أنا كإماراتي، اللي حدث عكس للعالم ولكل من شاهد هذا المقطع، عكس ما هي أخلاق الإماراتي، صحيح. وأيضا ما هي أخلاق هذا الشخص. ما بقول مرة الثانية يعني أكرر، ما بقول أخلاق الشعب الفلسطيني، ولكن أخلاق هذا الشخص. وفي الأخير هذا لاقى جزاء. الإمارات، في سؤال يعني ما قبل الأخير، الإمارات وعلاقتها مع إيران، ما شفنا أيضا حتى خلال فترة كورونا فيروس سمو ولي العهد الأمير محمد بن زايد بعت مساعدات طبية. طيب، وحتى خلال كل العقوبات الأمريكية اللي حصل على النظام الإيراني، وزير الخارجية عبد الله بن زايد اجتمع بوزير خارجية إيران. كيف منفسر العلاقة؟ وبيقولوا إنه في إيرانيين يعيشون في يعني في تسهيلات للإيرانيين مثل باقي الشعوب الأخرى، يعني العايشة على أرض الإمارات. صحيح، يعني الجالية الإيرانية موجودة وتعيش في أمان واطمئنان، ويمكن لو يعني صار في تقرير في الشارع راح تجدون مدى يعني حب كل من يعيش على هذه الأرض، لهذه الأرض ولقيادتها. بالنسبة للعلاقات الإماراتية الإيرانية، يعني احنا ننظر إلى الجزء الدبلوماسي في الموضوع، وننظر أحيانا في بعض الأصوات اللي تتحدث دائما يعني عن الجزر، وإحنا بالنسبة لنا ننظر إلى الجانب القانوني أيضا في هذا الأمر. إنه ليش ما بتطالبوا بالجزر الثلاث، يعني الثلاث تنب الصغرى والكبرى؟ المطالبة موجودة وتوجهت الإمارات بالاتجاهات القانونية في هذا الأمر، لكن في مسألة المساعدات إحنا نخرج كل شيء، لأن هنا يتحدث الجانب الإنساني. الإمارات دائما وأبدا كانت سباقة لدعم كل شيء على مستوى العالم، كل يعني لو نظرنا إلى الكوارث اللي حدثت من فيضانات، زلازل، أيضا بعض الحروب، كانت الإمارات ترسل بعثاتها لمد يد العون لهؤلاء، لحفظ السلام، لأمور كثيرة. أثناء جائحة كورونا كانت إيران أو احتاجت إيران لدعم في جانب إنساني. إذن إحنا نوقف كل شيء، الإمارات ويبقى جاهزة. الجانب الإنساني هو الأساس هنا. حتى قدمت يعني حتى قدموا مساعدات للنظام السوري، يعني ما كان في تفرقة أبدا. لكل إحنا نتكلم عن دول أيضا، يمكن على الشعوب إذا إحنا يعني في دول البعض ينظر في هذا الجانب، يقول لك هذه دولة غير مسلمة أو غير عربية، فليش أنت تقدم له مثلا فما بالك بدولة مسلمة وعربية؟ فإحنا ننظر إلى الجانب الإنساني أكثر من كونه بتصنيفات أخرى، سواء عربي أو إسلامي أو ما إلى ذلك. لا، ننظر إلى الجانب الإنساني. صاحب السمو الشيخ خليفة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أيضا، يعني دائما وأبدا يؤكدون على مسألة التواصل الإنساني أكثر من أي شيء آخر. الإنسان أولا، لأن هذه وصية
أبونا زايد الله يرحمه. طبعا عام زايد كان من سنتين وبعدها عام التسامح، هي أعوام الإمارات بتحتفل فيها كل سنة، وبكون في فعاليات وبكون في عيش حقيقي. هذه السنة أنا مش موجودة بالإمارات، موجودة بواشنطن. ما هو العام يعني هذا العام أنتوا شو أخدين عنوان يعني ماذا تنشرون؟ هو عام السلام، شو مسمى العام؟ الإمارات طبعا في كل عام تعطي تسمية لهذا العام وتضع أهداف معينة لعمل المؤسسات بشكل عام، سواء كانت حكومية أو خاصة، أفراد المجتمع تفاعلهم مع المسمى الإطار العام لكل عام، كان عام زايد وبعدين عام التسامح. إحنا الآن في عام الاستعداد للخمسين، وإحنا نستعد للخمسين، وهي يعني مرور 50 عام على قيام دولة الإمارات العربية المتحدة منذ انطلاقها واتحادها. وهذا العام بالتأكيد يشكل وصولنا إلى أهداف كبيرة جدا، يعني منها الوصول إلى الفضاء، سواء عن طريق وصول روادنا أو رائدنا إلى محطة الفضاء الدولية المنصوري، وأيضا انطلاق مسبار الأمل إلى المريخ، ووصولا إلى الأرض بتحقيق الكثير من الأهداف اللي رغم جائحة كورونا ورغم ما يشوب العالم نتيجة هذه الجائحة، إلا الإمارات ما زالت مستمرة في عملها الدؤوب من أجل تحقيق الكثير من الأهداف ووصولها إلى الخمسين بانطلاقة أخرى ووثبة جديدة إن شاء الله لآفاق جديدة في المستقبل بإذن الله. أنا أشكرك أستاذ عارف عمر لهذا اللقاء، وشكرا لإجاباتك الصريحة. إعلامي إماراتي كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك. شكرا ماريا، شكرا وتحياتي لكل متابعيكم.